انتهت الانتخابات المحلية لسنة 2017، وبين مؤيد ومعارض للنتائج ومرحب بالفائز الجديد أو متهم بالتزوير، إلا أن الجميع يتفق على أن الصراع كان على أوجه هذه السنة للظفر بمنصب المير. الترشح لأكثر من عهدة محلية من قبل رؤساء البلديات قد لا تكون لنية سيئة بحسب علماء الاجتماع السياسي الذين يرون أن الطموحات السياسية والترقية الاجتماعية بالإضافة إلى المصالح الشخصية كانت دافعا لهؤلاء. مش بالضرورة سيئة، مش بالضرورة سلبي. كلنا يعرف بأن الناس عندها طموحات سياسية، عندها طموحات في الترقية الاجتماعية، فيه ريع في البلديات على مستوى البلديات، وفيه مصالح من جانب آخر، فيه جانب قد يكون إيجابي كذلك، أن راح نكونوا في بيروقراطية على مستوى البلديات. الحصول على منصب رئيس البلدية في ولاية الجزائر يبدو أنه أصبح يسيل لعاب الكثير من المنتخبين المحليين، فمنهم من ترشح لعهدة جديدة على غرار رئيس بلدية الجزائر الوسطى السودانية القبة سيدي موسى وغيرهم، ومنهم من فضل العودة من جديد بعد انتهاء عهدة محلية كانت حافلة بالمتاعب على غرار رئيس بلدية القصبة الأسبق. النتائج الأولية لأول اقتراع لمحليات 2017 في ظل الدستور الجديد أسفرت عن تحصل العديد من رؤساء المجالس البلدية السابقين على عهدة جديدة، فرغم أن أغلبهم اشتكوا من العراقيل الإدارية ومحدودية الصلاحيات فضلا عن شح الموارد المالية وإلزام الحكومة بخلق ثروة مالية، غير أن منصب المير لازال يسيل لعاب الكثير من المنتخبين المحليين.